السلام عليكم وحياكم الله في حلقة جديدة من خمس أشياء. في هذه الحلقة راح نذكر لكم خمس ألعاب راح تذكرك بماضي اللعبة. في عام 2016 نزل جزء جديد من السلسلة الشهيرة دوم، وأول جزء في السلسلة نزل في عام 1993. وفي الجزء الأخير اللي نزل حب المطورين اللعبة إنهم يذكرونك بماضي اللعبة. وانت تلعب طور القصة راح تلقى بعض الغرف السرية، وإذا دخلتها راح تشوف رسومات وجرافيكس وأغاني اللعبة القديمة اللي نزلت في عام 93. وبعد ما تختم اللعبة تقدر تلعب الجزء الأول كاملا، ولكن الشخصية والأعداء برسومات الجزء الجديد. في جزء كاسلفينيا هارموني اوف ديسبير، في أحد الإضافات اللي تقدر تشتريها من المتجر الإلكتروني في شابتر 10، والمميز في هذا الشابتر انه كامل الشابتر عبارة عن كاسلفينيا الجزء الاول كاملا قبل 30 سنة. زمان كانت تعتبر لعبة كاملة، والان تعتبر مرحلة صغيرة. وايضا تقدر تلعب بسامن بالموند برسوم القديم، وايضا راح تسمع ثيم الجزء الاول بستايل القديم. سلسلة ميتل جير الشهيرة، ودائما كوجيما يفاجئنا في العابه. وفي الجزء الرابع لما توصل لمرحلة شادو موسيس اللي هي نفس منطقة البداية في الجزء الأول على البلاي ستيشن 1، بتكون في البداية تلعب نفس الرسوم والجرافيكس والتحكم حق الجزء الأول، وبعد ما تعدي المنطقة الأولى يطلع إنه سنيك قاعد يحلم ويتذكر الماضي وماضيه كلاعب قبل 10 سنين. لعبة وولفنستاين هي أول لعبة بمنظور أول في التاريخ ومن أقدم الألعاب، ولها أكثر من جزء. وفي الجزء وولفنستاين ذا نيو أوردر اللعبة ترجعك لتاريخ اللعبة قبل 22 سنة، وتلعب اللعبة بنفس الرسوم القديمة وأيضا الأعداء مثل الجزء الأول، بس الشيء الوحيد اللي ما تغير هو شخصيتك برسوم حديثة. لعبة ماريو أوديسي فيها ذكريات جميلة. في نهاية اللعبة بعد ما تختم اللعبة راح ينفتح لك مرحلة جديدة واسمها ماشروم كيندم، وهي نفس قلعة الأميرة بيتش في لعبة ماريو 64 اللي نزلت قبل أوديسي ب 21 سنة. ولكن الجميل في الأمر إنه في أشياء كثيرة تتغير في هذه المرحلة. أول شيء لما تأخذ نجمة ما راح تسمع الصوت المعتاد في اللعبة، ولكن راح تسمع نفس الصوت اللي تأخذه في ماريو 64. وايضا في منطقة في المرحلة ما تقدر تدخلها الا لما تلبس ملابس ماريو 64. واحلى شيء لما تدخل لوحة في المرحلة راح تسمع نفس الصوت اللي تسمعه لما تدخل المرحلة في ماريو 64. وكذا نوصل لنهاية المقطع، ان شاء الله المقطع عجبكم، واذا عجبكم لا تنسون الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وايضا النشر بين الاصحاب. يعطيكم الف عافية على المتابعة، وكان معاكم اخوكم مران الحازمي، وان شاء الله نشوفكم في حلقة اخرى. مع السلامة.